الدكتور طارق الأدور، الزميل العزيز والمعلق والمحلل الرياضي. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك واهلا بكل مشاهديك الكرام. أخبارك يا دكتور؟ إن شاء الله أكون بخير. الحمد لله، اهلا بيك. ده وقت يحصل فيه اللي احنا بنقول عليه ده يا دكتور؟ هو طبعا في شقين في هذه المسألة. الشق الأول هو مستوى تراجع مستوى أداء الأهلي والزمالك، وهذا الموقف الإفريقي، خروج الزمالك طبعا وابتعاده عن اللقب وللمرة الثانية على التوالي خروجه من دوري المجموعات، وأيضا النادي الأهلي وتراجع مستواه، وحتى والنادي الأهلي كان بيحتل المركز الثاني في البطولتين الاخيرتين اللي حمل لقبهم، كان دايما بيجي المركز الثاني ب 11 نقطه. هذا الرقم من النقاط لم يعد متاحا الان. صحيح. يعني اكبر عدد من النقاط هيوصل للنادي الاهلي هو 10 نقاط. لا، وعلى مستوى الاداء كمان، يعني الزمالك خرج السنه اللي فاتت يا دكتور من دور المجموعات فعلا، بس كان في حاله عدم توفيق شديده وكان الاداء معقول نسبيا، لكن احنا بنتكلم السنه دي في الزمالك والاهلي، لا كان في مشكله كمان على مستوى الاداء، المستويات متراجعه. بس في حاجه مهمه جدا نبهنا ليها مرارا وتكرارا، اتفضل، ومن يلام عليها هذه المره. كان دايما بنلوم على اتحاد الكوره في وضع البرامج بتاعه المباريات بشكل عشوائي والتاجيلات الكتيره وتكدس المباريات في بعض الاوقات وعدم اللعب باجنده مناسبه في بعض الاوقات الاخرى، لكن هذه المره من يلام هي الأندية. الأندية أنا طبعا ليه؟ اجتمع اتحاد الكرة بالأندية وقال لهم والله واحد زائد واحد يساوي اثنين، ادي ظروف الموسم، فلازم يتعمل أي إجراء من شأنه إنه ما يخليش في تكدس في الأجندة بهذا الشكل. تمام. فطبعا كل الأندية بلا استثناء رفضت أي مبدأ لتغيير النظام عن دوري المجموعة الواحدة اللي هو ب 34 أسبوع، ودينا شفنا إن النادي الأهلي ضمن أسباب التأثر مستوى النادي الأهلي بالذات. أنا ليه بقول لك النادي الأهلي بالذات؟ لأن النادي الأهلي هو الأكثر ارتباطا، عنده كان كأس عالم للأندية ثلاث مباريات، عنده كان كأس السوبر، والمباريات المشكلة دي كلها بره. كلها سفر وترحال، صح؟ بالظبط. وماتش ماتشات دوري ابطال افريقيا نصها خارج الميدان برضه، فانت يعني اذا قلنا دور تمهيدي ادي المباراه والمجموعات بيبقى عندك ثلاث مباريات بره ملعبك، فاما نجمع ده كله، لان المباراه اللي بتسافر فيها بره مصر دي تحتسب بمباراتين، لانك انت عندك سفر في الرايح وبترجع تاني بسفريه اخرى، فدي كلها بتاثر على المخزون البدني وكلام منه. فهذا التحذير انا شخصيا كنت عملت خريطه كامله بارتباطات الموسم وقلت انه من المستحيل ان يستقيم الوضع بهذا الامر، ان انت بتلعب 34 اسبوع في الدوري، عندك خمس اسابيع في الكاس، عندك مباراه سوبر مصري، ادي 40 موعد في الاجنده للمباريات المحليه فقط، عندك 16 اسبوع في دوري ابطال افريقيا سواء في دوري المجموعات او الادوار التمهيديه او الادوار الاقصائيه بعد ذلك، وعندك كمان بالنسبه للانديه الكبيره عندها ارتباطات اكتر، وانا بخص بالذكر النادي الاهلي، لما تحسب له كمان ثلاث مباريات في كاس العالم للانديه ومباراه في السوبر الافريقي يبقى بنوصل 60 مباراه افريقيه، يبقى كده 60 مباراه. ال 60 مباراه دول ضيف ليهم ان المنتخب وارتباطاته، شوف كان عندك ست مباريات في كاس العرب، عندك في تصفيات كاس العالم 8 مباريات، عندك في ايضا كاس الامم الافريقيه كان 7 مباريات، اجمع كده يطلع 22، يعني اللعيب مرتبط بتقريبا 85 مباراه مختلفه سواء مع الانديه. مفيش بشر يتحمل ده، مستحيل مستحيل. فانا يعني حسبت، انا قعدت كده يومين احط الاجنده وكتبت مقالين واتكلمت في وسائل الاعلام عن استحاله استكمال الموسم بهذا الشكل. مين اللي بيدفع الثمن؟ انا من وجهه نظري هو المنتخب. صحيح. لان المنتخب كان المفروض يكون في ازهى اوقاته، اللعيبه بتقف ازهى فتراتهم، واحنا بنقول نتكلم على شهر مارس كل لعيبه في التوب بيرفورمانس بتاعهم، كل لعيبه في افضل مستوى، لكن اللي حاصل مع لا ده 80 90% من لعيبه الاهلي والزمالك دلوقتي مش قادرين يجروا رجليهم اوت اوف فورم. بالظبط. انت شفت، انت انا سمعتك وانت في النهايه بتقول ايه؟ هل ده السليه؟ هل ده حمدي فتحي؟ هل ده مجدي قفشه؟ هل ده هل وهل وهل؟ طبعا بالتاكيد مستحيل انك انت تكون بتلعب وبعديها ب 72 ساعه بتسافر سفريه الى جنوب افريقيا وبعدين ترجع. حتى يعني الناس دايما اللي تتشدق بما يحدث في اوروبا، لا انت اوروبا من ابعد حته لاقرب حته
انت الموضوع كله ساعتين والدنيا طبعا الريكفري عندهم اسهل، ما عندهمش الظروف المناخيه الاختلافات بتاعت افريقيا. لا الموضوع مختلف تماما، لا احنا عندنا ظروف تختلف تماما عن اوروبا، وبجانب بقى طبعا ان اللعيب المصري لا يتحمل هذه الامور، وعندنا ده بالخلاف يا دكتور. مش بس خد بالك، هي القصه مش بدني، ده انت بتتكلم كمان على لازم يكون في تاهيل للضغوط النفسيه والعصبيه. يعني الاهلي مسافر كاس العالم للانديه مطالب انه يكسب كل مباراه، وبعدين يرجع هنا بطوله افريقيا لازم يكسب كل مباراه، بيرجع في الدوري لازم يكسب كل مباراه. الضغوط دي كمان وتحملها على طول الوقت بالشكل ده برضه لازم يعمل بريك داون في الجهاز العصبي والنفسي. والله بص، كان الكلام ده بيحصل في مواسم سابقه، واكتر من موسم كده التحم بالموسم التالي وكان عندنا نفس الظروف، ولكن احنا في وقت حساس جدا، احنا محتاجين، كنا قبل مباراتي مارس 25 و29 مارس تصفيات كاس العالم، ان كل اللعيبه تكون في اوج تالقها، ان كل اللعيبه تكون جاهزه تماما نفسيا وبدنيا عشان الموقعتين الحسنتين، لكن الواقع ان هذا الامر بعيد تماما عن الحقيقه. طيب هسالك دلوقتي يا دكتور، بناء على خلاص اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل، واحنا وصلنا لاعبتنا الى حاله من الاجهاد الذهني والنفسي والبدني اللي كنا المفروض محتاجينهم في هذا التوقيت. السؤال النهارده هو 14، فاضل 10 ايام او 11 يوم على المباراه، هل يمكن فعل شيء؟ هل المعسكر اللي هيتجمعوا فيه اللعيبه يقدر يعمل حاجه شويه، يفوقهم شويه، يريحهم حتى شويه ريلاكسيشن؟ يعني مش عارف ايه اللي ممكن يتعمل. والله بص، هو من حسن الحظ ان مفيش مباريات محليه لغايه يوم الجمعه، اما الاهلي يلعب مع المريخ السوداني في مباراه الجوله الخامسه. هيبقى ما بين المباراه ديت وبين لقائي السنغال حوالي 6 ايام، الست ايام دي انا بشوف ان لازم يكون في ريكفري بشكل مودرن جدا، لازم يكون في تدريبات بدنيه قليله جدا، وتدريبات نفسيه بقى ومهاريه هي الاكثر في الفتره اللي جايه. كمان المطلوب جدا ان كل لعيبه اللي عندهم فرصه ان يريحوا في الفتره ديت ياخدوا قسط من الراحه. على سبيل المثال انا كنت استعرضت برنامج صلاح، وكان في برنامج صلاح لقاء الارسنال يوم الاربعاء، ثم لقاء يوم الاحد هيكون كان مع نوتنغهام فورست في كاس انجلترا. انا بشوف ان المباراه بتاعت ارسنال دي ممكن صلاح ما يلعبهاش، يعني هي مباراه واحده في الدوري، اللي بعدها بتاعت نوتنغهام فورست في كاس انجلترا. ما انا خايف، انا نفسي طبعا ما يلعبهاش بمزاجه، لكن انا خايف انه ما يلعبهاش بسبب الاصابه. ما هو الاصابه دي احنا لازم نتكلم بمنتهى الامانه، ان حتى لو هو في وضعيه افضل بدنيا انه يلعب المباراه انه ما يلعبهاش. عشان يبقى بعديها مباراه نوتنغهام فورست، لان كان المفروض مباراه مانشستر يونايتد يوم الاحد القادم. دي كانت المفروض ان هي تكون في الدوري في الاسبوع ال30، لكن طبعا هي اتاجلت نتيجه تاجيل اصلا مباراه نوتنغهام فورست. مظبوط، وهو غالبا كده كده مش هيلعب مباراه نوتنغهام دي بالظبط. فاما ما يلعبش دي ويلعبش دي، يبقى في 10 ايام التقرير اللي صدر عن اصابه صلاح انه ممكن انه يؤدي تدريبات جماعيه بعد 8 ايام تقريبا، فهنقول ان هو ممكن يكون جاهز على المباراه بتاعت يوم 25 بشكل كويس، قبلها بثلاث اربع ايام يكون جاهز بدنيا. ده حظ ايه ده يا دكتور؟ حد عمل لنا عمل على كعب مش عارف ايه في كاس العالم. فعلا ده احنا عندنا ظروف قاسيه جدا. فاكر برضو اصابه صلاح بخلع في الكتف قبل كاس العالم في روسيا 2018 على طول. مظبوط، كانت برضو في وقت حساس جدا. وفقدناه في المباراه الاولى امام اوروجواي، لعب مباراتين منهم. لا احنا فقدناه في كاس العالم كله، لانه كان بيلعب في كاس العالم حتى المباراتين التانيين بربع طاقته يعني. بالظبط، فهي طبعا ظروف صعبه، فرضها موسم متكدس، فرضها ان انت بتلعب كاس عرب لغايه الدور قبل النهائي فلعبت كل المباريات، وانت تحمل جزء كبير من المسؤوليه على الانديه في عدم مرونتها. لا طبعا ما كانتش الانديه مرنه خالص، وانا كنت الحقيقه بتكلم بكل قسوه عن هذه الامور. لكن ما فيش اي انديه استجابت، كله بقى مصدق ان العمليه هتعدي وهتمشي. فطبعا احنا ما نعانيه الان هو نتاج هذا الامر والموسم المتكدس. انت بتتكلم حتى في كاس الامم الافريقيه اللي فيها 7 مباريات لعبتهم، انت لعبت منهم 4 مباريات او اوقات اضافيه، دول لوحدهم 120 دقيقه، يعني مباراه وشويه، يعني اكنك لعبت في كاس الامم
بصراحة لعبتنا ما بتلعبش كورة، بتلعب اختراق ضحية بصراحة، يعني من كتر المجهود اللي بيبذل والعبء اللي عليهم. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. اهم حاجة الخطوة اللي جاية دي، وعسى عسى عسى ان اللي احنا خايفين منه انه الاداء المتدني لفرقنا المصرية اليومين دول، يبقى ربنا شايل لنا حاجة حلوة في مبارتي مارس مع السنغال ان شاء الله. بإذن الله ان شاء الله. بشكرك يا دكتور طارق.